السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سعاد السوسية. اولا كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم واللايك ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله اليوم غنعمل واحد السلسلة هكا ديال بوان دو كروا خفيفة، وهذه الجلالب او سريبتات او هكا السيف ديال الصينيه وديال الطبالي هكا كبارين. المهم لشي حاجه المهمه خفيفه، هادو الا بغيتو تعملوهم في الجناب او في الجلالب. المهم هاد السلسله الخفيفه ديال بوان دو كروا انتوما. كنحسبو هنايا، هنا واحد جوج ثلاثة، كاينين واحد جوج ثلاثة، كنعملو ثلاثة الشراطي وكنرجعو معاهم بهاد الطريقة وغنطلع نعمل هاد الكروة هادي اللي كاينة هنايا. هانتوما صافي، وكنرجعو لنفس البلاصة صافي، وكندوزو نعمرو هادو هاد التلاتة د الشراطي اللي عملنا في اللول. هانتوما صافي، كنهبطو نمشيو مع هاد الشراطي. انا عملت هاد الشراطي هكا كيجي ساهل، عملت هاد الشراطي عاد كنرجع معاهم، عاد كنطلع نعمل هادو ديال هادو اللي كاينين الفوق، ومن بعد كنرجع معاهم. هانتوما دابا ملي كنوصل لهاد البلاصة يعني هنايا، كنطلعو تاني نعملو بلاصة الشريطات. هنايا عملت بلاصة الشراطي صافي، كنرجعو مع وحدة كنطلع نعمل هادي اللي كاينة الفوق. هانتوما نجلس هنا ونطلع الفكرة في هاد الشيء في هاد البلاصة. هانتوما هانتوما صافي، وكنهبطو تاني كنمشي مع هاد الشراطي. كنطلعو أنا عملت ثلاثة، كنرجع مع وحدة وكنطلع نعمل هاد الكروة اللي كاينة الفوق، كنرجع لنفس البلاصة. هانتوما باش نعمل باش نرجع مع هادو هاد الجوج اللي بقاو هنايا.
بقاو جوج، انا عملت وحده بقى جوج بقات وحده، انا عملتهم ثلاثه هانتوما صافي. كنرجعو مع هاد الشراطي، كنظن بلي طريقة واضحة، هو راه ساهل، غير هو ما كيبانش في جوج جوية، كيبان غير في جهة واحدة، غير من الفوق تحت لا، من الفاسي كيبان في جوج جوية، فنذكر ولا غير في جهة واحدة صافي. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، المهم سلسة خفيفة وسهلة ديال بوان دو كروا. ما بالنسبة للبنات اللي بغاو ما فهموش شي حاجة وبغاو يسولوا على شي حاجة، مرحبا بكم، انا غنجاوبكم على كاع الاسئلة ديالكم، ومرحبا بكم كاملين. وكنشكر البنات اللي دخلوا عندي وشاركوا في القناة، نقول لهم مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف. وبالنسبه اللي باقين ما اشتركوش، عجبكم الفيديوهات ديالي، عجبكم المحتوى، مرحبا بكم اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. ومرحبا بكم كاملين، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.